وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل، وجه جديد لمصر بمستقبل مصر وهذا المشروع الكبير في الإنتاج الزراعي، ما يمكن أن يضيفه لمصر من مسألة أمن قومي بتوفير الغذاء وتقليل الاستيراد؟ هو بالفعل النهاردة يوم عظيم بالنسبة للدولة المصرية، إنشاء أو استصلاح أكثر من 350 ألف فدان في مشروع مستقبل مصر. ده دليل واضح على الاستراتيجية التي وضعها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014 وبيتم تنفيذها في الوقت الحالي. الاستراتيجية دي كان محطوط فيها كل التهديدات والمخاطر اللي هي اللي ممكن تواجه الدولة المصرية من أزمات عالمية، من فجوات غذائية ممكن تحصل، من إمداد لمواد الغذاء. فكان الهدف الأساسي يبقى عندنا الزراعة المصرية اللي بتحقق الإنتاج لكل المواد الأساسية للدولة المصرية، بناء طبعا على دراسات، بناء على الخبراء مصريين على أعلى مستوى زي ما قال سيادة الرئيس النهاردة. الاستراتيجية دي احنا بنكمل ثمارها في الوقت الحالي. احنا شفنا خلال السنوات الماضية العديد من المشروعات القومية وخاصة في مجال الزراعة قدرنا من خلالها ان احنا نتغلب على العديد من الأزمات، أهمها أزمة كورونا، وثم من بعد ذلك الأزمة الطاحنة في الوقت الحالي بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا وزيادة السلع والتضخم في كل دول العالم. لكن وجدنا أن الدولة المصرية بناء على هذه الاستراتيجية اللي كانت موضوعة قدرنا أن احنا في الوقت الحالي يبقى عندنا اكتفاء ذاتي، مش اكتفاء ذاتي وبس، عندنا أيضا مخزون استراتيجي لأهم المواد الاستراتيجية للدولة المصرية ومن أهمها القمح والفواكه والخضر وخلافه، كل ده موجود في الوقت الحالي. طبعا كل ده بيؤدي إلى أن مصر يبقى عندها قوتها، عندها قدرتها على استيعاب الأزمات والتعامل معها بشكل قوي. أيضا بينقل وبيدي مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية للدولة المصرية. احنا زي ما قال سيادة الرئيس ان السنوات طويلة او للسبعين تمانين سنة فاتوا احنا كل الزراعة بتمتد على وادي النيل، على ضفتين النيل فقط، لكن في ظهير الصحراوي الكبير ده ما حدش قدر انه فكر انه هو ينتقل الى الظهير الصحراوي، من اجل اولا طبعا الزراعة في الظهير الصحراوي، على الجانب الاخر انشاء مدن جديدة تستوعب الزيادة السكانية للمواطنين. طبعا لما اتعملت البنية التحتية القوية للدولة المصرية من طرق، من شبكات صرف، من شبكات مية، لان ري هذه الاماكن واستخدام والكهرباء زي ما سيادة الرئيس النهاردة قال، كل ده لازم يكون في بنية اساسية واضحة للدولة عشان نقدر ان احنا نوصل بانتاجنا او نشوف الصورة اللي احنا شفناها النهاردة. نعم. نعم، لكن هذا يقودنا أيضا لفكرة القيمة المضافة واستغلال أصول الدولة، سواء في الأراضي التي تصلح للزراعة وعدم التعدي عليها، أو فيما يخص كذلك التخزين والسعة التخزينية وكيفية إضافة كميات كبيرة دون التلف من المحاصيل الزراعية، وكان المثل الواضح في القمح والذرة. بالضبط، هو كان زي ما بقول لحضرتك الاستراتيجية اللي كانت موضوعة دي كان الهدف منها استغلال الأراضي الصحراوية، ثم على الجانب الآخر إيجاد أماكن للتخزين زي الصوامع اللي شفناها الفترة الماضية اللي افتتحها الرئيس في توشكا وفي العديد من محافظات الجمهورية لاستيعاب الانتاج ده كله، لان ممكن ان احنا ننتج بكميات كبيره ولكن التخزين السيء او عدم وجود اماكن للتخزين يفسد الانتاج بالكامل. لكن وجود الصوامع ووجود اماكن للتخزين على اعلى مستوى ده قدر ان احنا بالطبع يستوعب كم الزراعه اللي موجوده. وعلى الجانب الاخر الاتجاه الى الظهير الصحراوي والزراعه في تلك المناطق هيوفر فرص عمل. احنا شفنا النهارده في 10,000 فرصه عمل مباشره بالنسبه للمصريين اللي بيعملوا في هذا المشروع، وعلى الجانب الاخر في اكثر من 40,000 فرصه عمل غير مباشره برضه من العمل في المشروع. فشوف كل ده هيزيد طبعا وهيخلق فرص عمل جديده مع الانتهاء من المشروع، هيصل الى
40 50 ألف فرصة عمل مباشرة للمواطنين. فخلق أماكن جديدة، خلق فرص عمل جديدة، الحصول على الاكتفاء الذاتي من الطعام، وخاصة المنتجات الاستراتيجية اللي بتحتاجها الدولة المصرية. كل ده طبعا بناء على رؤية استراتيجية، ومش رؤية استراتيجية بس، لكن إرادة قيادة سياسية وطنية تسعى إلى أن تكون الدولة المصرية في قمة دول العالم. زي ما قال سيادة الرئيس، العمل بجد واجتهاد على مدار اليوم بالكامل، وهو ما يتطلبه تشكيل الوعي في هذه المرحلة بالطبع. بالضبط يا فندم. بجانب، على الجانب الآخر، هناك القوات المسلحة المصرية اللي بتساهم بشكل كبير في إعادة بناء الدولة من منطلق حفاظها على الأمن القومي المصري. هي منوطة بحماية الأمن القومي المصري على كافة المستويات: الأمن السياسي، الأمن الاقتصادي، الأمن الغذائي. ولهذا السبب نجد أن القوات المسلحة بتعمل النهاردة، القوات الجوية هي المشرفة على هذا المشروع وبتنفذه بدقة متناهية، طبعا بجانب الشركات القطاع الخاص. كل ده نتيجة زي ما قلت لحضرتك الإرادة السياسية، القوات المسلحة، الشعب المصري اللي عايز ان هو يطور من بلده ويصل بالدولة المصرية الى اعلى المستويات. احنا شفنا مشروعات كبيرة جدا قدرت انها توفر فرص عمل وتخلق اماكن سكنية جديدة. احنا شفنا المزارع السمكية، يعني مثلا بحيرة غليون اللي هي فيها اكثر من 40 الف فدان للزراعة السمكية، كانت المنطقة دي من افقر المناطق في الدولة المصرية، لكن قدرت بعد وجود المزارع السمكية خلق فرص عمل لكل أماكن هذه المنطقة. نعم، الكثير من المناحي والمجالات التي طرقتها الدولة المصرية من أجل الحياة الكريمة لشعبها. أشكرك جزيل الشكر الأستاذة جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام.